طيب هلا شباب بدنا نحكي عن طب شيل الانطولوجي. هلا ما دام احنا درسنا اول مش درسنا اول درسنا اول ليش جاي تعلمنا الانطولوجي؟ وانا قلت انه الانطولوجي فيها معنى وانتو درستوا اول. طيب سؤال وين المعنى؟ طب درستوا كمان او ار ام على فكره في كتب الاو ار ام بقول لك it is the semantics of the database. لما تقرا كتاب تري هالبن وغيره بقول لك ايش it is the semantics of the database. طيب وين السيمانتكس؟ وين المعنى؟ هذا موضوعنا هلا. كمان نقول شيل الانطولوجي شيل الانطولوجي كلمة الانطولوجي هي كلمة من وين اجت؟ من الفلسفة. من الفلسفة. هلا it is a branch يعني انطولوجي as such is usually contrasted with epistemology which deals with the nature and sources of our knowledge, theory of knowledge. Aristotle يعني defined ontology as the science of being as such, unlike special sciences, each of which investigates a class of being. نحكي على being وعلى الميتافيزيكس نحكي على إنجاز التعبير it is. هذا يعني ontology لما تفتح القاموس شو معنات ontology؟ علم شو معنات ontology؟ It is the science of what is in the universe. يعني هذا فرق من فروع الفلسفة. يعني هي كلمة يونانية أنتوز يعني exists ولوجوز اللي هي knowledge. ما يعني معرفي عن موجود. علم الوجود إنجاز التعبير. علم الموجود بما هو موجود بالعربي. علم الوجود بما هو موجود. مش ما هو غائب بصير علم غيبية. علم بوجود بما هو موجود. هذا هيك الانطولوجي بالفلسفة. وأي نوع من الفلسفة؟ analytical philosophy الفلسفة التحليلية. يعني هسه لو يروح على دائرة الفلسفة نقول كلمة انطولوجي طلع ايه انو هذا اللي بيعرف شو معناه كلمة انطولوجي. احنا الغريبين عليهم. هي إلهم مش إلنا. واحنا هيك تعني الاي تي بروحوا بيرقطوا الشغلة زي كيف المالتيبل انهيرتنس في الجافا. انو اللي عملوا الفلاسفه مش تعني الاي تي بس تعني الاي تي طبقوه. هلا في عالم الكمبيوتر ساينس في الثمانينات جون ماكارثي ايش حكى؟ A list of things that exist. List of things that exist in a domain. جروبر في 95 قال it's an explicit specification of a conceptualization. هاي تعريف الانطولوجي. An explicit specification of a conceptualization. شو يعني specification؟ مواصفات. طيب شو يعني conceptualization؟ مفاهيم. الأشياء اللي براسنا. كيف ال conceptual schema اللي خدناها بال ORM؟ احنا بنعمل conceptualization للدومين، صح براسنا. يعني الأفكار تبعتنا عن هاي الدومين. بنعملها specification. شو يعني specification؟ توصيف. هون specification يعني أو explicit يعني مكتوب باللوجيك. يعني معرفتنا عن الاشياء الموجوده بالدومين مكتوبه بايش؟ باللوجيك. هلا كريس ويلتي اجا قال اتس ا ديسكريبشن اوف كايندز اوف انتيتيز. نعمل ديسكريبشن للانتيتيز ذي ار ذير يعني الموجودات اند هاو ذي ار ريليتد تو ايتش اذر يعني كونسبتس وفي بينها ريليشنز. بعض الناس بيقول لك اتس دومين موديل او كونسبتشوال موديل. To simplify it, once my grand أنا هذا أنا بدعي أنا يعني هاي مني أنا. Once بقول ما مرة ستي أسألتني شو علاش تعمل ريسيرت؟ قلت لها إيش؟ أنطولوجي. قالت شو يعني؟ قلت لها هو قاموس قلت لها الكمبيوتر يفهم. عملت بوجهها هيك وقالت أو كيف يعني؟ كيف الكمبيوتر بده يقدر يفهم القاموس؟ يفهم المعنى من القاموس؟ قلت له لا مو هذا مش قاموس اللي انت بتسجل بوراك. هذا قاموس مكتوب بالمنطق.
وبالتالي الكمبيوتر بيقدر يحسب المعنى المعنى منه حساب. سكتت زيكم عارف شو صدمه. هات هلا افسر لكم هذا الكلام. كنا فاهمين شوي هذا فلاحظ انه الانطولوجي هاي مش اسم جديد. وايش مش اسم جديد. هذا اسم لإشي يعني الاسم قديم بس احنا هلا بنستعمله استعمال اخر. ماشي؟ طيب فانونتولوجي از ان اكسبليسيت سبيسيفيكيشن اوف كونسبتشواليزيشن اللي هو كونسبتشواليز يعني الكونسبتشواليزيشن وعبر عنه اكسبليسيتلي بالمنطق اشير اندرستاندينج زي ما اخذنا شفنا انه لازم انه احنا الناس هذا المعلومات هاي اللي شير سوري بتكون شير انه يعني زي ما نقول زي ما الابلكيشنز ورجيتكم اياهم الشير هاي يعني نقول هاي المعاني وي شيرت بتوين ايتش اذر حتى نقدر نودي داتا مسجز بيننا كمفهومه. ها فبما انه فورمال سبيسيفيكيشن ممكن نعمل ريزنينج او اكسكيوشن او حساب بما انها مكتوبه سبيسيفايد باللوجيك. ها وبما انه شير معناته فيكم الها كوميونيتي. الانطولوجي بعملهاش لحالي بلزمش انطولوجي لريتاج لحاله لانه في صور داخل الجامعه وهذا كلوزد انفورميشن سيستم كلوزد انفورميشن سيستم. الانطولوجي عاده بنعملها او بنستعملها وبتلزمنا لما بدنا نحكي مع غيرنا. اذا بدنا نحكي مع حالنا لما بدك تحكي مع حالك بلزمكيش انطولوجي مزبوط. ها وبالتالي في لها ابلكيشنز سو وي بروفايد ا كومن فوكابولري اوف تيرمز. ها some specification of the meanings of the terms shared understanding. خليني هاي امشي بسرعه هون الاكسبليسيت سبيسيفيكيشن انها معناته مكتوبه باللوجيك. شو معنات conceptualization؟ خليني اشرح هاي بس بسرعه. شو شايف يا اتناقش انا و ديما شو شايفه؟ شايفه مجموعة مربعات فيهم أحرف. بس؟ منهم فوق بعض؟ فوق بعض. موجودين على الطاولة؟ بجوز طاولة. طيب. هلا هذا عالم. هلا أنت شايف الجفرمنت. هي هسا شايف العالم صغير، عالم مكذب. هلا. هاي إيش؟ ديما. فشوفي براس ديما هلا، شو الكونسبتشواليزيشنز؟ اللي هم الاوبجكتس والريليشنز والفانكشنز اللي هم ايش هاي الكونسبتشواليزيشن. في عندنا مجموعه بلوكس و اي بي سي دي. في عندنا علاقه بسميها اون اي اون بي بي اون سي دي اون اي والابف انه اي ابف بي وبي ابف سي ودي ابف اي. في عندنا كلير يعني مش فوقه شيء اللي هو ايش اي ودي. في عندنا التيبل اللي موجود على الطاوله سي و اي. وفي عندنا هات B و A و C. شوف شو الهات تبعها B و E. طيب هلا هذا conceptualization. هلا الانطولوجي بنقول هات نكتب مش بنقول it's a specific هاي conceptualization. هلا بنجي بنعمله ايش specification. شو بنقول the ontology is a set of axioms used to specify this conceptualization. بنقول تعرفوا ها for all x for all y x on y او نقول if x on y then x above y واهل مجرة. بنيجي بنكتب هالمعرفه اللي احنا شايفينها. هذا لاحظوا انه هذا ترتيب الدومين يعني هيك الكونسبتشواليزيشن. هذا العالم مش دخلوا تاعين المريخ وشافوا عملوا كونسبتشواليزيشن لما اجوا يكتبوا يوصفوا لبعض بقعدوا يوصفوا. هلا الانطولوجي في كونسبتشواليزيشن واحنا ايش بنقعد نساوي؟ نعمل له سبيسيفيكيشن. ها؟ طيب بدي اعمل سكيب. هذا بتقراوا لحالكم في البيت. نيكولا جوارينو مش معجبه التعريف تبع شو الانطولوجي اللي حكاه جروبر. فيعني
ان هذا التعريف بيقول عنه غلط. بيقول هو مش عنده مشكله انه هاي الكونسبتشواليزيشن مش لازم يبقى هيك، لازم يبقى هيك. اضاف شيء جديد اللي كلنا انه هاي اللي شفتوه قبل شويه هيك قصده الكونسبتشواليزيشن، هو بالضبط سناب شوت، هو بالضبط سناب شوت للعالم. لما رفع لك هاي اجى رفع هاي نيكولا جوارينو هيك بالضبط عشان يثبت لجروبر انه كلامك مش مزبوط، قال له بالله ارفع هاي. هل الكونسبتشواليزيشن الاباف ظل مثل ما هو؟ لا، بس احنا بنعرف انه الاباف هي اباف مزبوط صح؟ فكان له كلمة conceptualization عندك غلط، مش هيك تعريف conceptualization. منقول مزبوط، هلا هاي سناب شوت صورة للعالم وانت هون لما بدك تكتب بس conceptualization انه مرات اشياء مش لازم تبقى strict زي ما هو الدومين هلا في اللحظة هاي، لازم يبقى يعبر عن conceptualization يسمح بالتغييرات اللي مسموح فيها. فبالتالي سماها intentional semantics، intentional independently of a specific interpretation or a model or a situation، لازم يكون independent. فهو عرف في الاخر انه conceptualization، تعريف conceptualization is an intentional semantic structure. intentional structure يعني intentional يعني مش اشي نسميه العكس الانتنشنال اكستنشنال، مش عارف الكلمه بالعربي. انتنشنال معناها الحرف مقصود، يعني انتنشنال شيء مقصود مش سبيسيفيك ثينج. فهمت علي؟ فالكونسبتشواليزيشن شيء مقصود مش سناب شوت للعالم. مظبوط؟ Which encodes implicit rules في implicit rules constraining the structure تبع الدومين. ها؟ anyway هلا هذا اوبشنال ريدنج بتقرؤوه انتم لحالكم. هلا هاو السؤال تبعي عن جد عن جد عن جد وين المعنى؟ بروس العالم. بروس العالم؟ إذا بروس العالم بدناش انطولوجي، ما بتقدرش تكتب انطولوجي، ما احنا بدنا نعمل انطولوجي. مش كل النص بدنا نعمل انطولوجي عشان نعمل سبيسيفيكيشن للمعنى. انت الديسكربشن اللي كتبته description، حتى ال description وين description؟ وين؟ أنا أنتوا سويتوا RDFS وين ال semantics اللي موجود فيها؟ هاتوا نأخذ مثال. How can we formally describe the meaning of vocabulary؟ هلا given the Palestinian e-government domain. ها؟ How can we formally describe the meaning of vocabulary citizen؟ كيف نعرف ال citizen؟ كيف نعرف ال company؟ كيف نعرف ال salary؟ كيف نعرف ال tax؟ ال car؟ ال land؟ etc. كيف نعرفها؟ وين المعنى؟ زي مثلا نقول كومباني، هات حط مثال. A type of legal person registered to conduct business or recognized by its بس هذا ايش؟ It's a language. مش explicit specification، مش مكتوب في المعنى، ممكن اكتبه وين؟ في اللوجيك. هل هذا وين المعنى صار؟ هاي عرفت كومباني. It's a type of legal person. هو شايفين هذا الكلام كتبته باللوجيك في ليجل بيرسون وكوندكت بزنس وفي لها على الاقل ريجستريشن نمبر وفي نوعين من الكومباني شير هولدنج وبارترشيب كومباني. بس وين المعنى؟ لا سؤال وين المعنى؟ هاي انا عرفتها بس وين المعنى؟ مجموعه سبيسيفيكيشنز هاي تعطيك هاي بلورين هاي ورجيتها باللوجيك وهي ايش ورجيتكم اياها؟ قوارين. يلا ورجيني هاي الكومباني سب تايب اوف ليجل بيرسون كوندكتس بزنس وايش؟ ولها ريجستريشن نمبر في نوعين من الكومباني وين المعنى؟ هاي منى وين المعنى؟ المعنى ايش المعرفة يعني وينه هنا؟ هو ورجيني المعنى وين؟ انت بدك شيء ثاني يعني هي يعني احكي الماء احكي يعني
يعني الانستنس اللي كومبلايز تو اول ذيس ريجوليشنز هاي بتعطيك شو يعني؟ بمعنى اخر انه لما اقوى لما واحد يقول لك وين المعنى هون تبع كومباني كله حسب موقعها البوزيشن تبعها في مش هذا جراف موقعها بخليها بحرف معناها موقعها بعرف معناها هلا بورجيك كيف notice that the meaning semantics of a company can be determined from its position in the diagram the relation يعني its relationship with other concepts and constraints طب اذا في هون شيء لازم يكون صوتك كمان مره يكون reference لازم يكون reference شو يعني قصدك reference يعني مشان ابدا يعني هو علاقته بالنسبه للي حواليه ايوه طيب 100% علاقة يعني هون شو كومباني موقع طيب لا 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 يعني من موقعها بعرفها يعني الكومباني هون يعني بقول انه طب هاي موجود الكومباني هون تعرف كومباني انها تايب اوف ليجل بيرسون انه لها ريجستريشن نمبر انها بتعمل بزنس وفي نوعين منها هاي تعريف هاي معناها شفت وين المعنى موجود المعنى موجود وين المعنى موجود بنعرف المعنى بعلاقته مع الاشياء So ministries need such precision and formal definitions to exchange data meaningfully. يعني شو يعني تعريف المعنى؟ يعني لازم تكون subtype من شو معنى company sorry؟ لازم تكون subtype من legal person. إذا هي legal person. ولازم يكون لها ولازم تبقى بس ما لازم تعمل business لأنه في mandatory constraint. ولازم يكون لها registration number وفي إلها كذا. هذا هو المعنى. شفت وين المعنى موجود؟ ها؟ We may use ORM diagrams as a language. The ORM هون ايش مستعملين؟ As a language. وال description اللي جايك؟ As a language to specify the meaning. طيب شفت مرات بعض الاتفاقيات بكونوا اول نص صفحة تقريبا معرفين فيها دلالات الالفاظ. يعني الكلمات التاليه مدونه هاي القوانين هيك الا اذا ورد غير ذلك بكون عارفين شو معنى فريق شو معنى تاجر شو معنى مشتري بائع هلا هون تعريف الاشي حسب موقع ولا انا فاهمين علي ولا لا حسب موقع الاو ار ام هون اتس ا لانجويج والديسكربشن لوجيك اتس ا لانجويج واول اتس انذر لانجويج او الستاندرد اول الستاندرد لانجويج مش تاعت الانترنت لحظية فلما واحد بقول لك شو يعني فوف نيم سوري شو يعني فيرست نيم بالفوف انتولوجي روح اشتكر الانفورمال ديسكريبشن روح شوف الها الرينج كذا الها الدومين كذا الها هذا التعريف من هون اجى السيمانتكس لحظية هلا thus an ontology consists of concepts or relations between هذول الكونسبتس و some rules يعني في relation بين الكومباني والبزنس انها conducts business بس ممكن اذا optional يعني بتختفي انه optional ولا mandatory ف كيف المعنى اذا نعرفه كيف معرف المعنى بالانتولوجي يا أناس موقع بالنسبة للأوبجكت شو يعني بعلاقته مع علاقاته ترجمة ريليشنز بعلاقاته مع الأشياء طيب the most important عادة أهم واحد إلها علاقة بالمعنى اللي هي subtitles بس تنشوف إذا شو تعريف company يا ولي هي subtitle من شخص اعتباري أيوة لازم يكون جزء من اتحاد شركات لازم لا مش لازم ممكن يكون أيوة برضو هو في منه نوعين شركة وشركة مستهلكة وشركة عادية. لازم يكون واحد من هذول الثنتين. لازم يكون. كمان مرة عيد. يلا. لازم يكون يا شركة عادية يا شركة مستهلكة. أو اثنين. شو يعني شركة إذا؟ كمان مرة. خليك. شو استحيل الثنتين. معلش انتبهوا شو يعني تعريف هلا شركة يا وليد؟ خلي وليد يلا. كنا حكينا هي سبتايب من شخص اعتباري ممكن يكون جزء من الشركات احكي لواحد بفهمش الـ ORM ها هي شخص اعتباري ممكن يكون جزء من اتحاد شركات وممكن يكون لا هو في له نوعين شركة
عادية وشركة مساهمة لازم يكونوا احنا هذول الثنتين. طب بقول لك طب مش فاهم انا شو شخص اعتباري؟ شخص اعتبار هو شخص قانوني. يعني بيعترف فيه القانون. ايوه نكمل هلا تحت. وقد يكون انواعه كذا كذا. شفتوا كيف التعريف؟ شفتوا كيف اللي معنا موجود؟ فهمتوا علي؟ طيب اوكي. هلا بيجي السؤال. واو، اذا هيك شو بيختلف يا منى الانطولوجيا عن الداتابيس سكيما عن الاي ار سكيما؟ تعرفي اي ار سكيما نفس الشيء ولا لا؟ او او ار ام سكيما؟ اي او ار ام سكيما تعرف الداتابيس، يعني الداتابيس سكيما خلينا نقول مش انطولوجي. مزبوط. انا شو رايك لما شيء ما يعجبكيش بالكلام نقول مش بيعجبني؟ لا، احس ان الانطولوجي اكبر من يعني البرزنتيشن هذيك السكيما. بس كيف بدي اعرف؟ تيجي منى بتعمل لك يو ام ال سكيما ولا اي ار سكيما ولا او ار ام سكيما بتقول لك هاي الانطولوجي تبعتي، شو بدك تقول لها؟ كلها هي اكبر. طب شو يعني اكبر؟ اوسع يعني؟ طب هاير ليفل، شو يعني هاير ليفل؟ جنرال. شو يعني مور جنرال؟ ليش مجنون؟ في انطولوجيا خاصة روحها، في انطولوجيا عامة، ليش يعني؟ كان سبيشال كيس من الانطولوجيا. يعني لو سألنا سؤال، لو أجا أنو وليد قال عن جد إنها الجفرمنت انطولوجيا تاعت فلسطين هي يعني أنا بكون أنا شايفها إنها هي كونسبتشوال داتا بيس سكيما لدعت الداتا بيس في كل الوزارة. ما صدق. يعني ممكن نشوف هل ممكن نشوف الانطولوجي انها او ار ام سكيما لكل الداتابيسز، ناخذ كل الداتابيس تاعت الوزارات نرسمهم زي ما هم نعملهم اي ار سكيما او او ار ام سكيما او داتابيس سكيما، هل هاي الانطولوجي؟ لحد هنا زي ما تعلمنا. إذا شو الفرق بين الـ ORM سكيما وال database سكيما؟ هيك هو كأنه هيك السؤال. طبعاً the answer is no. إذا معناته أنت بتفهمش الانطولوجي اللي بناها، أو أنا اللي بنيتها معناته بفهمش الانطولوجي. وعلى فكرة معظم غالبية الدول اللي بيعملوا e-government بروحوا بكونوا عملنا انطولوجي تطلع عليها بتلقاها شو؟ database سكيما. أقولكم بصراحة الفرق بين الـ بين الداتابيس سكيما والانطولوجي 90% مش مفهوم عند الناس. عند الناس بيعرفوا الانطولوجي. Then what is the difference between ontology and the schema؟ هلا الداتابيس سكيما provides skeleton أو structure للداتا، مش المعنى. بس الانطولوجي provides المعنى. بس الـ ORM بروفايز المعنى. ليش احنا حصلنا بالداتابيس؟ طيب سكيمة. هات نشوف هل هاي سكيما ولا انطولوجي. يلا يا عبير، هاي سكيما ولا انطولوجي؟ بيرسون هاز ادرس، بيرسون هاز ايميل. يمكن كل انطولوجي هي سكيما بس مش كل سكيما انطولوجي. هات نشوف انس. انا مش انطولوجي. ليش؟ يعني هو بيرسون هو شيء من الادرس، يعني مش وصف البيرسون، مش مينينج فور البيرسون، does not give full meaning for the instance person. هاي الـ ORM هاي ما بتعطيش full meaning للبيرسون، بتعطيش specific meaning سكيما. يعني هاي معناته هيك على فكرة. هاي للي بحب الـ ORM هاي الـ ORM، للي بحب اللوجيك هاي اللوجيك، للي بحب الأول هاي الأول. هاي سكيما ولا انطولوجي؟ سكيما. كان شو رأي قديمة؟ فكري مع حمونة. أظن إنها سكيما عشان لما إحنا قلنا إنه we define the meaning حسب relation لل إشي بالحوالين، بس هون الإشي عندنا طيب. بيرسون بس ما إلوش. What makes an ontology an ontology? Not a schema. هذا السؤال هسه انا بدي اجاوب عليه. When it gives full meaning لما يكون في relations حتى نفحص.
ممكن يكونوا لبيرسون ممكن لا. يعني الايميل والادرس ممكن. يلا يلا اعطيني شو معنات اكس. كومباني يونيفرسيتي بيرسون. بيرسون ممكن بس مش لازم تكون بيرسون. If you can be sure of what is X from its position, then its characteristics, yani relations with other concepts, are suitable for defining its meaning. يلا خذها. شو X؟ هون تعرف X شو هو؟ نعم. طيب قلت لك participates in project. لا برضه لا. Participates in project. Oh, شركة ممكن تكون participates in project. Still. Educational institution. Educational institution. لا لا. شو احتمالها؟ كلت احتمالها. شو هو؟ University أو مدرسة. أو مدرسة. مؤسسة. مؤسسة. جمعية. جمعية. جمعية لا. مش مؤسسة تعليمية. مركز تدريب هيك شيء. طوالي انس قال جامعة طوالي. طيب لو سألتك السؤال العكسي انس شو احذف واخلي؟ تحذفش شيء. لا شو احذف؟ شو تخلي؟ اللي لو حذفته بظل جامعة. education احذف او project احذف. احذف هاي؟ طيب شو يلا؟ هذه لا ما طيب انا اول واحد يحذفها الايميل هذا منو لها ايميل احذفها بحذفها بأثر على المعنى احذف الادرس احذف بارتيسيبيشن بروجكت اذا شو اخلي احذف هاي يعني قصدك تقول هاي بتعمل 30% بس 70% جاي منهم اذا which of these characteristics كالسؤال are more distinguishing اللي بنسميهم intrinsic properties يعني قلت لك في شيء له اسم له جرير له قلب له عقل شو هو؟ او عقل حيوان عقل عقل بس ملوش مخ يا جماعه قصدي مخ له مخ متأسف له مخ طيب كمل شوي شوي كمل اعطيني صفه صفه أو مجموعة الصفات اللي بتعرف هاي بيرسون. eat و breathing. بلوهن؟ طيب يلا. ليش تكون مش لأنه البسة بتلها بريث eat و breathing. يلا كمل. ظل تسخين بس. walks and two legs. thinking. two legs. موافقين عليها؟ لا في كرد. طيب يلا. thinking. thinking موافقين عليها؟ اه اكيد. متأسف انا مش موافق. ليه ما بيفكروا طيب. مالكم يعني على الاقل الثعلب معروف انه بجوز لسه ادهى من الانسان. التحق في مدرسة. studies مثلا goes to call and goes to يعني اللي بيدرس يعني طب هو بقول studies. طيب واللي مدرسش واللي ما درسش مش انسان؟ يلا بسرعة ولا مش قادرين تعرفوا الصفات الجوهرية توك توكس مش حدا بيقول الببغاء توكس مش قادرين إله على المخ إله عقل إله عقل عقل مش مخ عقل اها يعقل 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 كل الفيل يعقل كل شيء يعقل طب حط مجموعه وشرط على الثنتين يعني في ناس كثير بيقولوا يعقل وينطق مجموعهم هذول بس بيضحك يضحك بيقول اكتشفوا بالاخر كرت بافريكا بيضحك طيب هلا في طلعوا انه الانترنس في صفات جوهريه هم اللي عمليا بيعرفوا ايش المعنى هم اللي بيعرفوا المعنى في اذا احنا مش معنيين بايش الصفات العرضيه بسموها extrinsic properties موافقين هيك احنا معناته بنعرف المعنى
دكتور يعني انا شايف الكمبيوتر ساينس اخر واحد له علاقه في الموضوع، يعني فيلسوف مع عالم لغه مرتب بيضبط كل الوضع، بضل شغلنا نشوف الموضوع. احنا خلينا انا اسالك، مش هيك بحط سؤالك، انا عندي اعتراض ثاني. خلي معترض؟ اه طبعا. ليه؟ لانه هذا اللوجيك والكذا بيساعدك جدا لما تكتبني انت اي سكيما اي لاي انستتيوشن انك تكتب لهم مثلا داتابيس او تكتب لي شيء، بدك تاخذ بعين الاعتبار كل تو جيف سبيسيفيك مينينج لكل اوبجكت عندك في الداتابيس في الانستتيوشن. صحيح. انا عندي اعتراض على كلام عمار. بعطيك شيء مثلا عندنا في البنوك مثلا كثير. قبل ما اقول هيك اندو شو كان يعني ذا بيست انطولوجي ايديال شود كاتش اول and only the intended meaning، يعني بس الصفات الجوهرية ونحذف الأشياء الثانية ما بتلزم. well هلا أنا بدي أعترض على كلامك، أنا شخصيا بدي أعترض على كلامك. تخيل أنت كنت أنت بتشتغل وين؟ في بنك. كنت تعمل لي أنطولوجي للبنك، جيت قلت لك الإنسان يأكل وينطق، تفيدك الأنطولوجي تبعتي؟ لا بس ما ممكن انا لا ما بتفيدني لا انا بدل ما احكي انسان بحكي مثلا كاستمر. شو يعني شو الفرق بين كاستمر ومش كاستمر؟ في فرق كبير. شو كاستمر عندي له اكاونت نمبر، مش كاستمر ما له اكاونت نمبر. انا ممكن ادخل على داتا بيس حيوانات. لا لا بس انا جيت قلت لك لا يعني سبورت انتولوجي بس يعني الفيو تبعتي غير. اه بس ما مزبوط. لا لا هو انت مرات بتكيش الانطولوجي لحالك، بدك الانطولوجي مع يعني مع غيرك. لو لحالك بتكيش انطولوجي، انا بقول لك بتكيش انطولوجي لحالك، بصير دوكيومنتيشن لشغلك بس. بس الانطولوجي كشيرد مينينج بينك وبين حدا لازم تبقى دائما الكوميونتي موجوده. مزبوط. فلا ايش بدك انطولوجي وانا كاتب لك فيها يعقل وينطق؟ ليه بدك اياها؟ تلزمك سيمبليفاينج، هذا تبسيط للمعاني يعني. هو يعني الهدف من الانطولوجي مش نعرف يعني كوانتك، هاي تبسيط يعني. لا لا مش لا لا ما لحظه ما لحظه ما انا لازم احذف كل شيء زي ما بده قالدو جيمي. بدك صفات عرضيه. بديش صفات عرضيه، انا بدي احط بس الصفات الجوهريه. طبعا مش هيك احسن انطولوجي؟ اه طيب استفيد منها في ابلكيشن؟ ما راح يستفيد. مستفيد. لا بس شو؟ بدنا بتحديد الكي، البرايمري كي، البرايمري كي. ايش اسمه برايمري كي؟ يعني هلا كل الانسان هاي بيرسون تنسف كلمه بيرسون حط له نيم. لا فيش داعي لانه اسمع ما حطوش نيم. ليه؟ لانه افرض انا ماليش اسم مش انسان؟ اه انسان. بلا انسان. افرض ما عنديش رقم هويه مش انسان يا وزاره الداخليه؟ انسان. معيش شهاده وزاره التربيه مش انسان؟ انسان. شو بدك تستفيد لما اقول لك يضحك ويعقل وينطق؟ يمكن الصفات العرضيه كل واحد بحطها خاطره، يعني هي صفت الصفات الجوهريه بتنقمش، بس للبنت بحطوا صفات عرضيه ثانيه غير عن البنت. هذا اقتراح عبير، بقول لك حط صفات الجوهريه وحط عرضيه، بس اهم شيء انك الصفات الجوهريه موجوده قصدك تبكى، حط عرضيه زياده، موافق؟ موافق. يعني في صفات لازم تحطها الانتنسيف كاركترز انترنسيك بروبرتيز انترنسيك بروبرتيز في اكسترنسيك بروبرتيز بتحط هذا بتلزمك. يعني دكتور لو طلبنا من ثلاث اربع يعملوا انتولوجي المفروض يبقى يونيك انسر لهم كلهم، بس اذا طلبنا مثلا من 10 سكيما المشكله كل واحد بيكون الان السكيما تبعه تختلف عن الثاني فيش مشكله، لكن لو طلبنا انتولوجي الجواب لازم يكون نفس يونيك انسر. اذا 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 بتفكر عن انترنسيك بروبرتيز طبعا صفات الجوهرية. أنا أعتبر الانتولوجي زي البرايمري كي للتب. هي البرايمري كي هذول الكول الفيلز البرايمري كي. بس شو بدك تخزن؟ شو بدك تخزن عن الإنسان إنه يعقل وينطق؟ كيف بدك تخزن معلومات عن هاي الشغلة؟ يعني بدي أقوله برضه it is very difficult to represent how يعني to represent a person has brain إنه له عقل. Such properties are some not needed in IT applications. So why to have them? Thus, it is not necessary that the intrinsic properties be explicitly captured. يعني بمعنى آخر زي ما قالت عبير تحط الانترنسيك بروبرتيز وحط زي ما بدك إذا بدك extrinsic، بس في إيش؟ الجوهرية خليهم الجوهرية خليها، بس بيجي واحد زيي برضه بقول هو كيف خزنهم معلومات أصلاً؟
طب هي بالنسبة لناس بالنسبة للجوهرية، ناس ثانيين هم مش جوهرية. لا جوهري جوهري. جوهري بالواقع بالحياة. يعني أنا هلا في البنك عندي واحد بفتح حساب تقول له يعقل وينطق له يفتح حساب، شو بتعنيني يعقل وينطق؟ هاي المعلومات صحية انترنسك كاركتر، أنا حسب الأوبجيكتيف تبعي ما بيلزمنيش. صفة بتعمل اكس ال كلام جميل جدا، هذا اللي انا بدي اوصل له. صفة انت معناته بتعمل سكيما، انا بدناش انطولوجي. لا وليش ما تعتبرها انه هو معرف عنده زي ما بدك الشخص حاطط له اياها كمان، تبقى عامل سب تايب منه شيء ثاني خزن فيها الشغلات اللي بده اياها مثلا. هاي احد الحلول. شوف كوز دوليه سب تايبس، كل لك اعمل السوبر هذول الابر ليفل تايبس ظبطهم حط فيهم واعمل غير في شو الفرق. يعني على كل حال مش هتسمعوا اليوم جواب نهائي، لذلك الانطولوجي سكيل. لذلك انا لما شو استيل يعني انا بقول لك اياه، بس انتوا اخذتوا الكرايتيريا كيف تعملوا جادجمنت ان الانطولوجي مليحه ولا مش مليحه، صح؟ تعلمتوا اليوم انه لازم يبقى في اشي انترنسيك الى حد ما، مزبوط؟ لازم يبقى في اشي انترنسيك الى حد ما. هلا بس من هلا بصفي اذا بتحطوا كله انترنسيك ما استفدتش منه، ان حطيته كله اكسترنسيك بصير سكيما. اضمن انه في ليفل كومبرومايز، بصراحه في كومبرومايز، انا بقول لكم اياها كومبرومايز. بس على الاقل نيكولا جوني شو بقول، على الاقل لما تيجي تبنيها يعني مش مرات مش لازم تبقى اكسبليسيت، but these properties must govern. شو يعني govern؟ تحكم. تحكم the way you think and build the ontology. طريقة وانت بتبني في الانتولوجي بدك تحط تعمل كومبرومايز، تحط شغلات بس بشكل عام الانترنسيك properties هي اللي بتحكمك وبتحكم طريقة تفكيرك. وبالتالي اقولكم بس اختصار، فيش اصعب من ان ادرس انا شخصيا واحد هاو تو بيلد جود اونتولوجي. بدرس الاشياء هاي بورجيه المشاكل، ولسه حورجيكم مشاكل اخرى عشان ايش؟ عشان يعمل جود كومبرومايز. هنس يو از ا نولج انجينير شود بي سمارت وين ميكينج يور تشويسز. فهمتوا علي؟ سو تو اتشيف جنرال بات ستيل ابليكابل ontology. بتتعمل general ontology بس still useful and not to end with a schema. مش لازم تعمل schema لانك اذا عملت schema، انا لو اروح اعمل انا الاي government اعمل هو schema حيظلوا غيروها، حتظلها تتغير. لاحظ انه اذا بعمل لهم شيء في extrinsic properties تتغيرش، لو بعد 1000 سنه بتظل هي صح؟ بس لما عمل سكيما اليوم بدهم يسجلوها عنها المعلومه الفلانيه، بكره بدهم يسجلوا معلومات ثانيه، كل يوم سكيما تصير تتغير. ملاحظين؟ وبالتالي لازم تكون في درجه من يعني مينيمم نمبر اوف تشينجز، او بسميها انا بسميها كيف؟ انه الانتولوجي الا هيك انا بتفاخر انا بعرف ابني انتولوجي. ها؟ شو يعني؟ الانتولوجي اللي ببنيها انا اوكي ممكن تتغير بس بدها كل 10 20 سنه تتغير مره، بس الانتولوجي اللي ببنيها انس كل شهر لازم تتغير، لازم كل ظل الناس تنتقد شغلات وكل مره لازم كلهم مضبوط صح وروح اغير. بس اللي انا ببنيها تطور تتغير، اميون عندها مناعه على التغير. شو يعني؟ شو السبب؟ اني انا بكيت افكر اكسترنسيك سوري انترنسيك بالصفات الجوهريه. بس انا اسمع مع الاحترام كان ايش بفكر؟ الاشياء الاكسترنسيك. ها؟ The more an ontology engineer is aware of ontology modeling challenges, the better his or her skills will be in building quality ontologies, good quality ontologies. ها؟ There are some methodologies to guide building the quality of ontology. في شيء اسمه انتوكلين انا بدرسوش عادة. طيب مليح نعمل كاخر سلايد، مليح نشوف شو في الهون الانتولوجي ليفل. على فكره
ابنها عادة بيجيب عليها أسئلة. فتحوا مخكم معاي لما تكونوا جاهزين مفتحين عشان أشرح هذا السلايد، لأنه هذا السلايد خطير. هذا السلايد هلا بلخص الكلام، برتب الأفكار في الرأس. جاهزين؟ يلا. تعرفوا اللوجيك؟ أول يعني نبدأ من اللي من تحت، قصدي اللو ليفل اللي هو قصدي هون فوق أنا. أعلى ليفل اللينغويستكس. لما إشي مكتوب باللوجيك يا عبير، جاهزي أنت للنقاش. لما يبقى إشي مكتوب باللوجيك معناته فيش فيه غموض، هذا يعني سبيسيفيك وإحنا يعني الليفل في المعرفة. ها؟ يعني لو أعطيتك بصراحة حكيت جملة وأعطينا إن لو واحد يعملها، أعطيتك جملة ها، نبدأ من هون. لما أعطيك جملة أنت ولا ديما، كديش conceptualization ممكن تعملوا نفس الconceptualization؟ ممكن بس مش أكيد. طيب لو عندكم نفس الconceptualization تبنوا نفس الأنتولوجي؟ لا. لو عندكم نفس الأنتولوجي بس تبنوا جهاز صعب أفسرها، عندكم الأنتولوجي بتعملوها بنفس اللوجيك؟ يعني بتكتبوها بنفس اللوجيك؟ لا. ليه؟ انت هي بدها تكتبها بفيرست اوردر لوجيك. اذا اللغه اختلفت اكيد. اللانجوج هي يعني التكنيكال لانجوج. لا اكيد. ف نفس الشيء ممكن يكتبوا اكثر من من لغه سبيسيفيكيشن. والانتولوجي هي اللي بنشوفها مكتوبه، هذا الكونسبشناليزيشن هو موجوده في المخ. الموست امبيجوس اللي هو اللانجوج. اذا هون البريميتيفز عاده في اللوجيك بايش بنكتب؟ بريديكيتس وفانكشنز، مزبوط؟ ها مش اخذتوا ديسكريبشن لوجيك؟ شو بنقول الديسكريبشن لوجيك بتكون من كونسبتس وبريديكيتس، مزبوط؟ طيب هلا لما نيجي نفسر اللي هو بمعنى اخر المين فيتشر تبعته اللي شو هو بنساوي؟ فورماليزيشن. طيب الابستيمولوجي هي شيء، هي ستراكشر تاع المعلومات. يعني انا الاسم بالنسبه لي، الاسم هو شو اسمي انا؟ مصطفى جرار. بلوك وحده مصطفى جرار. بالنسبه لمنى لا، تو بلوكس. ستراكشر تاع النولج شو هو؟ فيرست نيم، في شيء اسمه نيم عندها، فيرست نيم ولاست نيم، ماخذ ادرس. هلا انا بعمل ستراكشر للادرس، هي بتعمل ستراكشر ثاني للادرس. شو الفرق اذا؟ ستراكشر تاع المعرفه نفس الانطولوجي، نفس ايش؟ نفس الانطولوجي، نفس الكونسبتشواليزيشن تبعي انا وياها، بس ستراكشر بحكي. بتمر عليكم هاي كثير، خاصه للي بيشتغلوا في الداتا بيس. هاي مش بنسميها مشكله ابستمولوجي، هاي مش مشكله انطولوجي، انه نفس المعنى بس معبر عنه بطريقتين. معبر عنه بطريقتين. على فكره هاي صعب تخلص منها، لا بالانطولوجي حتى بالانطولوجي صعب تخلص منها، لانه انا ببني انطولوجي ومنى بتبني انطولوجي. مرات بالضبط نفس المعنى، مع انه يعني وي اند اب وذ ديفرنت فورماليزيشنز، بس الفرق بيني وبينها بالستراكشر. هلا بس هسه المعنى وين عاده موجود؟ بالانتولوجي. طيب والكونسبتشواليزيشن، سوري الكونسبت، احنا هون لاحظ انه هاي سبجكتيف. شو يعني سبجكتيف؟ يعني بتقيمش متكلمش ترو فولس. يعني شو تعريف شخص او سياره براسي وبراس وليد؟ هاي شغله سبجكتيف، قد نشترك وقد نختلف. فهذا وين احنا هنا؟ ات ذا سبجكتيف كونسبتشواليزيشن ليفل.
هلا لما نروح نعرفه بالمعنى بنعمل زي كونسترينز معي سوري نعرفه بالانطولوجي لما نعمل انطولوجي عن السياره بنحط زي وكانه بنعمل كونسترينج للمعنى اللي عندي واللي عندك لانها بتكون هاي ايش شيرد هاي الانطولوجي صح ف شيرد معناته بنعمل كونسترينج معناته اللي في راسي اوسع مرات من الموجود بالانطولوجي واللي براسك اوسع بس احنا اشتركنا بمكان وعملنا فيه كونسترينز اللينجويستيك برضه سبجكتيف لانه الانتربريتيشن سبجكتيف مظبوط ولانجويج ديبندنت يعني من غير اللغه بتغير ال شو حدا عنده سؤال ها يعني باختصار كيف اخذته في عالم الداتابيس في عندنا اللوجيكال سكيما بعدين في عندنا لا في في الفيزيكال واللوجيكال والكونسبتوال مظبوط هلا المعرفي هذا في عالم الداتابيس هلا المعرفي شو بيقول مين انا هو هذا سلايد من نيكولا غوارينو شو بيقول انه اوكي المعرفي اللي تحت شو هو يا مؤيد لا لوجيك الديتيلد اللي هي اللوجيك اللي هي الطريقه اللي بنعمل فيها الفورماليزيشن هلا المشكله الاكبر منها عاده اللي بيستمرج الاستراكشر بعدين الانطولوجي اللي هو المعنى بعدين اللي في راسنا بعدين الاشياء عاده اللي موجوده باللغه هذا هو الليفلز تاع المعرفه يعني هذا الليفل تاع المعرفه بس انا هون عشان اقول لكم بالضبط وين الانطولوجي ليفل اللي احنا وي شود تارجت في حدا عنده اسئله اكيد من عندها اسئله كل الأسئلة يلا هات شيء أنا سألت سؤال الانطولوجي يعني أدت عشان تحل مشكلة الاختلاف التواصل في الداتا بين العالم صح؟ صح يعني في شيء لساته في مشكلة يعني إذا ما اتفقوش على شيء واحد بتظل المشكلة موجودة يعني بيرسون مثلا في كل الثقافات في كل اللغات صح. في بيرسون صح. في شخص هلا لا تفكروا بيرسون خلاص بيرسون انا فرانس كيف بتفكروا خلاص قصدك في كتب لما يجي يحكوا في الشعر والنثر ولا قصدك لما يتعاملوا بدهم يعملوا انتجريشن داتا بيسز لا اللي بده يعمل انتولوجي لا ايش لاي شيء بده يكون يعني هون في الماب هذه ما فيش ريفرنس انا في بيرسون مثلا صح لازم يكون في ريفرنس على الاقل تكون في ستارتنج بوينت أنا على الأقل مثلاً بيرسون معروف إنه شو بيرسون يعني مش داعي أعرفه وين مو بعرفه هلا اسأل أي واحد هذا الشعر والنثر والأدب بينه وبينك ونحن نحكي بس لما تيجي وزارة الداخلية تودي لوزارة التربية والتعليم بيانات في تيبل اسمه بيرسون وتيبل اسمه بيرسون شو قصدكم بيرسون هناك أنتوا شو قصدكم بيرسون مواطن شخص عنده هوية هوية إيش لونها خضراء وانتو شو كاسكم بيرسون؟ بجوز يكون طالب بجوز موظف بس طالب بجوز بس يكون طالب بجوز طالب بجوز موظف بجوز شو كمان؟ لسه عنده هوية زائر تفرقش معها هوية ولا لا؟ تفرقش معها هوية ولا لا؟ إذن شوفين؟ طيب بس يعني هيك عمره بتنحل مشكلة لا هاي أنا حليتها هون لإي government technology أنا حليتها كيف أروح على في عندي سلايد اللي هو في هذا المثال نحكي على شركة او 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 هون انا مش مكمل بالشخص الطبيعي بس نحكي على شخص اعتباد او شركة لما هو بحط كومباني بدي يودي داتا مسج لا وزارة التعليم بقول تعال انت يعني واحد عندك شو بالضبط عندك لازم معنى اخر اروح اعلم وكأنه شو الريفرنس هون بيصير هاي الانطولوجي هي الريفرنس لا التو داتا بيسز الانطولوجي هي الريفرنس للتو داتا بيسز المعنى هو المعنى هون الريفرنس للمعنى يعني انه ايش انت انو انطولوجي بتعني ايه انو شركة بتعني بكله بعني ايش النود هاي هلا هاي النود لازم انا هون بكون ايش حسب القانون الفلسطيني طبعا مش حسب مش اي شركه في الدنيا القانون الاردني عنده شيء ثاني بس حسب القانون
فلسطيني بنت الانتولوجي. فلما عرفت انا كل هاي الاشياء كله هاي النود قصدي لما في عندي اكثر من تيبل من اكثر من داتابيس في الوزارات وخليني بدخلت الداتا كلها ببعض تقول هذا التيبل او جزء من هذا التيبل بعمل له ماب على هذاك وجزء ثاني بعمل له ماب على شيء ثاني وهلم جرب يعني بجوز اكيد شيء فعلا احطه في امبلوي بيرسون واحط واحد ثاني على شيء ثاني ملاحظ. ففي الاخر جاوبت سؤالك ولا يعني انه انا بعمل شيء بحطه بالنص هذا هو المعنى. هلا كانت محاضرتنا اليوم عن شو عشان فرجيك بعض المشاكل عشان ما تعملش سكيما عشان تعمل جود انتولوجي. انا يقول اوكي الانتولوجي والسكيما مكتوبات زي بعض بس شو اللي بيخليها انتولوجي انتولوجي انها اميون للتشينجز يعني عندها مناعة من التغييرات يعني ماخذ بعين الاعتبار فيها الاشي هون حسب شو الاكسترا الانترنسيك بروبرتيز مش حسب شو شركة بعلم التجارة. بفيدنيش هنا شركة بعلم التجارة انا باخذ بالنسبة لتعريف شركة اللي بالنسبة لشو ها قانون فلسطين. سؤال ثاني من ماهر. يعني احنا حلينا مشكلة المعنى نعم بس في ظل مشكلة تيرمز في الموضوع عشان كثير كنت اسمعك عن شغلي يعني ممكن انت توصف لي شغلي زي ما حكيت مرة بس انا ما كنتش افهمها بس شكلي بصير افهمها في الله كنت توصف لي شغلي وصف لي اياها قلت له هاي تيبل اوكي تيبل بس انا لما قلت تيبل انا فهمت انها تيبل طاولة بس في غيري فهمها انها جدول اوكي اضاك شيء ثاني هذيك يعني اللي نسميها البوليسي هي انتولوجي مبنية يعني موصف انه التيبل إلو رجلين وإلو مش عارف يعني لو هون في كلمة طاولة لازم أبقى أقصد أحد معانيها إذا كلمة طاولة لها أكثر من معنى هاي مشكلة أخرى. جايينها محاضرة الجاي بالليكسيكال سيمانتكس هاي المشكلة بنسميها البوليسومي. في عندنا سؤال ثاني تعرف تبني أنطولوجي هسه؟ جربناش طيب لا هلا الانتولوجي اللي بنيتوها لوزاره التربيه والتعليم مش اخذتوا تو ثلاثه مارك شيتس وعملتوا جنراليزيشن لسكيما فوكين انا متوقع انها تطلع سكيما طبعا صح طيب هتطلع سكيما متوقع انها تطلع سكيما لانها قبل المحاضره هاي هلا لو بدكم لو بعد المحاضره هاي بدكم تغيروا شو بتغيري يا منى في اشياء تتغير لازم بتحط انترنسيك لبعض الاوبجكتس بدك تفكر هلا بطريقه اوسع عشان ترفع الكواليتي تاعت الانتولوجي. اذا مش اي واحد بيعرف ار دي اف اس اويل بيعرف يكتب انتولوجي لسه ما خلصناش المشاكل بدنا نوقف هون. طب بس دكتور قبل اخر شيء النود هاد فوق شو هيئه ها اوكي هاي كينوني هاي يعني اي شيء اي شيء هاي هيك يعني في كل طرج لازم يكون في كينونه يعني زي روت الا بنروح اذا بدك بصير عندنا مقارنه بالسكيما والانتولوجي يعني في عندنا مثلا هنا البيرسون بقدرش احط له مثلا مانديتوري يكون له نيم على فكره هذا مش بيرسون هاي البيرسوناليتي هاي شخصيه. طلع انا شو الفرق بيني انا بس هاي مشكله بلوسومي هاي بكده اشرحها المحاضره الجايه. هلا انا شو الفرق بيني انا وبين شخصيتي القانونيه تعرفوا شو الفرق شو الفرق يا ديما مش عارفه شخصيتي القانونيه سبست منك لا انا حامل للشخصيه القانونيه يعني انا معي مثلا الي شخصيه قانونيه بالاردن والي شخصيه قانونيه فلسطين لما ديما تشك علي وين بدك تشك علي بالاردن ولا بفلسطين هلا هلا اذا انت تشكي على بتقولي بتروح على المحكمه بتقولي له انا بدي ارفع دعوه ضد تعطيهم رقم هويتي اللي بالاردن بردوا عليك اذا بدك تشكي على شخصيتي القانونيه اللي وياه اللي فلسطين هاي شجره الشخصيات القانونيه هاي مش الانسان نفسه يعني مش هون بحط ذكر وانثى
هاي الشخصيات القانونية. anyway أنا جاي جاي هذا هاي أشياء جاي لها بعدين. في هذا عنده سؤال ثاني؟ أنا عندي سؤال. تفضل. يعني أنا حاسس إنه في كلام في بعض ال مش متناقضات بس يعني مش مترابطة مع بعض. يعني أنا حتى الأنتولوجي والسكيما أول شيء تفصل. هل في كلام متحير ولا في كل ولا 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 لازالت أسئلة مفتوحة؟ هو بحير كلمة متناقض صعب بحير. آه. إحنا في أول المحاضرة. على فكرة إذا كان بحير هو كان قصدي أنا من المحاضرة اليوم. حير. أحيرك كيف يعني أحيرك؟ أورجيك شو كانت شو كنت أنا اليوم بقول. الجود شو سمارت أوبس انجينير سمارت انجينير وين هي هي هيلز يو از انتروجينير شود بي سمارت وين وينتا وين ميكينج تشويسز. هلا اللي بده يكون غبي مع احترامي للمحكمات كلها انجينير نولج انجينير بده يكون زي الماكينه بده يفكر بده يفتح مخه اوكي ندفع له $700 بالشهر واللي يفتح مخه بيسوي له انتروجينير بالجنه كذا ما تجيب الشهر وليه 3000 ها. So to achieve a general but applicable ontology and not to end with a schema. The more a knowledge engineer is aware of ontology modeling challenges, the better his or her skills will be in building quality ontologies. صح. انت حاولت تحكي تفصلنا بينهم بس احنا في الاخر لا في تداخل بينهم صح. بس الشطاره كيف انت تعرف تداخلهم سوا بالضبط بتشبكهم بتركتك 100% يعني انه اوكي بتقدرش تستغني عن الانطولوجي تعكس انا بقول لك يا كيف بتقدرش تستغني عن الانطولوجي غصب عنك لازم تعكس ستراكشر للداتا غصب عنك لازم تعمل ستراكشر هي سكيما يعني غصب عنك بدك تلعب دور سكيما بس بنفس الوقت في اشياء لو ارجيك اياها يعني هسه هاي هلا هاي هلا هاي داتا بيس سكيما لاحظ يعني هاي هلا هاي داتا بيس سكيما يعني هاي لا مش داتا بيس سكيما مش على خاطرك مش بتقدرش تقول لي هاي داتا بيس سكيما هاي داتا بيس سكيما تزبطش اصلا لما بتبنى فيها داتا بيس تطلعش كامله صح تطلع كامله شو التيبل اللي بيطلع فيها في كثير معلومات انك يعني زي اللو ليفل هاي ريد هاي انطب في السكيما انطب في السكيما هاي ما قبل السكيما ما بعد السكيما يعني حسب من وين بتطلع فوق من تحت اه صح لسه ضايل محاضره عن مشاكل اخرى ثانيه اذا فتح مخك على اشياء اخرى انا هون دوري افتح مخك على مشاكل بصراحه اقول لكم اياها باختصار فيش طريقه هيك عملك اياها اي بي سي تروح يعمل فيها جود انتولوجي ما فيش موجود على فكره في البرمجه كيف بدك تعلم جود بروجرامر فهمني تقدر في ناس بقول لك المبرمج الشاطر مش المبرمج اللي بيعرف يكتب اللي بتعلم السنتكس تاع الجافا بقول طب ولا شو انا بحلل دكتور بس انا سؤال جواب لسؤال اللي ساله ماهر الاول معلش انا طولت بس انه حكى انا شو بدي احشر كلها ولا مفيد العلاقه بالكمبيوتر هاي لانه انا بقدر بعد ما اخذ انتولوجي صرت اعرف انه انا اكتب السكيما اللي كتبتها فيها نواقص او فيها طريقه ايوه لا بترفع لي كواليتي خدمتني انا بالضبط امبروف ماي كواليتي ايوه لا شو ده غلبنا بال 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 بالاي تي لا لحظه اما انا عندي كاب جريتنج زامبل هاي مستعمله في وزارات وهيئات وبلديات هذيك لهم بلدية رام الله يقول لك احنا بنستعمل زنار والله انا فاكرهم مش سامعين في اسمه زنار اللي هي الانتولوجي تبعت انتولوجي واكثر بتاعت الاي جفرمنت فلسطين فليك يهان للناس هاي شجره الشخصيات القانونيه بسميها هذا المحامي الكيت محامي طابعها وحاطها عند المكتب ترى زي مثلا عمرك شفت انه في شركه غير ربحيه طلع معنا غير شركة ربحية
شو هاي طبيعتها؟ أول ما تطلع على رسمتها لما تشوف لو تشوف الرسمة كلها هاي فيش داعي تسأل شو الشركة غير الربحية شي هي طوال من البوزيشن تبعها تعرف شو معناها هلا هان كيف يا ماهر إنه لما أنا بودي لك داتا مسج أو أنت بتودي لي داتا مسج هلا بصير بيننا فيش غموض حول شو الشركة في سؤال ثاني؟ لو في انطولوجيا في السياسي كان ما تكاتلش دول العالم على تعريف إرهابي هذا بعرفوا إشي هذا بعدين إنه فهم علينا بس مو كل ده فهم الأمور فهم إرهابي خليني أعطيكم بريك قصير زي ما بقوله زي ما في واحد مرة مزح مع مزحة قال بتدارش الانطولوجيا الحب